بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، نظم الاتحاد البحريني لألعاب القوى مهرجان ألعاب القوى للأطفال برعاية سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل خليفة. وقد شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مع أنجاله المهرجان، وتابع سموه جميع المسابقات، وقام بجولة ميدانية في الملعب، والتقى بالمشاركين من الأطفال وأولياء الأمور. كما حرص سمو الشيخ فيصل بن خالد آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة راعيا الحفل على مشاركة الأطفال في فعاليات المهرجان، ثم قام سموهما بتتويج جميع المشاركين في المهرجان. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته الكبيرة بالنجاح الكبير الذي حققه المهرجان والإقبال على المشاركة من الأطفال وأولياء الأمور والتنظيم الرائع من اللجنة المنظمة وعدد الجهات المشاركة والداعمة من القطاعين العام والخاص. وأكد سموه بأن المهرجان بات أحد أهم الأحداث التي يحرص الاتحاد البحريني لألعاب القوى على تنظيمه سنويا، لما يحمله من أهداف نبيلة ترمي إلى تكوين جيل واعد يقبل على رياضة ألعاب القوى واكتشاف المواهب والعمل على تنمية مهارات وقدرات الأطفال، مشيدا سموه بما تضمنه المهرجان من مسابقات وفعاليات مصاحبة استقطبت أعدادا كبيرة من الأطفال. وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره لكافة اللجان العاملة على ما بذلوه من جهد في سبيل إخراج المهرجان بأفضل صورة، كما تقدم بالشكر لكافة الشركاء، مؤكدا سموه بأن جميع تلك الجهود المشتركة كان لها أبلغ الأثر في تحقيق النجاح المطلوب للمهرجان.